بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، كيف تفرح والدتك في قبرها؟ الحقيقة كثير ممن يستمع إلي الآن لديه أم قد فارقت الحياة وهي في رحاب الله سبحانه وتعالى، يريد أن يفرحها، ماذا يفعل؟ الحقيقة الإنسان لا يشعر بقيمة أمه تحديدا، يعني طبعا الوالدين لهما أهمية كبرى، ولكن الأم تحديدا لا يشعر بقيمتها إلا بعد أن تفارق الحياة سبحان الله. لذلك هناك إجراءات أيها الأحبة يمكن أن تجعل هذه الأم الكريمة التي أكرمتك وحملتك في بطنها وعانت كثيرا حتى آخر لحظة من حياتها من أجلك، هي الآن في عالم البرزخ. كيف أقدم لها بعض الحسنات؟ كيف أكرمها بشيء من الثواب؟ كيف أجعلها تفرح؟ والميت أيها الأحبة إذا كان من المؤمنين الله يعطيه ما يشتهي، يعني الله تعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. دقق معي أخي الحبيب، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. منذ لحظة موت المؤمن يستطيع أن يتمنى ويشتهي ويحقق الله له ذلك. الأم قد تدعو لك أيها الولد وهي في قبرها في عالم البرزخ. طبعا الجسد أيها الأحبة قلنا مرارا الجسد يبقى في الدنيا، الذي يغادر هو النفس، هذه النفس هي التي تجعلك إنسانا بشرا، من دون نفس أنت عبارة عن كتلة من التراب والماء وعناصر أخرى. هذه النفس هي التي تخرج وتتوفاها الملائكة وتدخل في عالم البرزخ. الجسد هذا المادي يبقى يتحلل إلى العناصر الأولية وينتهي، والإنسان بنفسه وروحه وليس بجسده على فكرة يعني. فهذه الأم بعد موتها إن كانت من الصالحات، هناك احتمالين: إما أن تكون الأم صالحة وتقية وبالفعل حرصت على تربية أولادها، لم تؤذي أحدا، لم تفعل الشر، لم تسرق، يعني كانت تتوب إلى الله دائما، كانت علاقتها مع الله طيبة، فهذه لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. طيب إذا كانت مقصرة في الدنيا هي بحاجة لك، وكلنا مقصرون أيها الأحبة، ونحن نعلم من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إحدى هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. فهذا الولد الصالح الذي يدعو لأبويه ولأمه تحديدا، نحن الموضوع اليوم عن الأم، حقيقة هذا الدعاء يصل له، يفرح به. هو فرحته على فكرة، يعني أنا سأعطيكم لمحة، أن الأم تفرح بصلاح ابنها أكثر مما تفرح بدعائه لها، لأنها هي أصلا مرفهة، هي في جنات النعيم. هذه الأم إذا كانت صالحة عندما ماتت كل يوم ترى مقعدها من الجنة، على عكس الكافر والملحد: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن في الدنيا لهم عذاب في عالم البرزخ، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن سوء العذاب هو العرض على النار، هو نوع من أنواع العذاب السيء جدا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لماذا أخي الحبيب؟ لماذا هناك بعض الناس ينكر عذاب القبر أو سميه عذاب عالم البرزخ؟ الله يقول لك: سوء العذاب النار يعرضون عليها. فمجرد العرض على النار ليس عذابا فقط، هو سوء العذاب، هو شيء سيء، لأن هذا الموجود في عالم البرزخ كل يوم يتألم ويتعذب وينتظر لحظة دخول النار يوم القيامة، اللحظة الحقيقية، الدخول الحقيقي. لذلك هو لا يتمنى أن يفيق من هذا، يعني هو راقد ولا يتمنى أن يأتي يوم القيامة، على الرغم من أنه يعذب، ولكن مثل شخص محكوم عليه بالإعدام.
كل يوم يرى حبل المشنقة فهو يتألم، ولكنه يعني على الأقل راقد ويقول يكره ذلك اليوم الذي سيساق فيه فعليا إلى الإعدام، إلا أنه يعذب. فكذلك عذاب هذا الميت الكافر، يعذب كل يوم برؤية مقعده من النار ويتألم سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في عالم البرزخ هناك عرض، هذا العرض سماه القرآن سوء العذاب، ودخول القرآن سماه أشد العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن سوء العذاب هو العرض على النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون ماذا؟ أشد العذاب. إذن دخول النار هو أشد العذاب. انظروا إلى دقة المصطلحات. لذلك من ينكر أن هناك عذابا في عالم البرزخ أرجو أن يقرأ هذه الآية جيدا. هذا الميت الذي يعذب بحاجة لك أيضا. كثير من الناس أبوه أو أمه غير صالح، أمه غير صالحة، ونحن لا نستطيع أن نتنبأ بمصائر الناس أيها الأحبة. حتى لو كان إنسان صالح نحن نرجو له الخير، ولكن لا نعلم ولا نستطيع أن نعلم الغيب. والإنسان السيء قد يكون قد تاب في اللحظات الأخيرة وتاب الله، لا نعلم مصيره بالضبط، ولكن نحن نحكم على الظاهر. فمهما كان حال أمك يجب أن تدعو لها، لأنك إذا دعوت لها ستخفف عنها شيئا من العذاب، وربما يغفر الله لها ببركة دعائك والعمل الصالح لها. إذا كانت صالحة ستفرح بصلاحك، ستقول وهي في عالم البرزخ، ستقول الحمد لله أن ابني إنسان صالح وسيرى هذه الجنات التي أراها أنا الآن وأتمتع بها. إذن أيها الأحبة، رأيتم معي؟ يعني إياك أن تنسى الدعاء. والقرآن أمرنا، الدعاء للوالدين فرض على فكرة وليس سنة وليس مستحب، فرض بنص القرآن. قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، قل فعل أمر، إذا خالفت هذا الفعل أنت تأثم. وقل فعل أمر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن أنت مطلوب منك أن تدعو لأبويك، وبخاصة الأم، لأن النبي أوصانا بالأم. قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أولى الناس بحسن صحابة هذا الإنسان، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فهذه الأم التي سهرت وتعبت وجعل النبي رضاها سببا لدخول الجنة. طب هناك إنسان قصر في حقها، وكثير منا قصر في حق أمه، لم يدرك حقها إلا بعد أن كبر وأصبح لديه أولاد، أو ربما عانى بعد فراقها فأدرك أن كان بين يديه جوهرة وفجأة اختفت. ماذا يعمل؟ أنت تستطيع أن تفعل الكثير أخي الحبيب. هذه الأم عندما تشتهي وهي في عالم البرزخ أن تعرف عن أولادها، الحقيقة ارتكابك للمعاصي قد يكون سببا في أن تحزن، لأن الله قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. وكلمة ما تشتهي أنفسكم أنا حسب اعتقادي أنها تبدأ منذ لحظة الموت، وهي طبعا في الجنة أكثر، ولكن أنت بعد الموت يكون الاشتهاء هنا للنفس، يوم القيامة يكون للنفس والجسد معا. إذن لماذا تجعل أمك حزينة وهي في قبرها وأنت غير مهتم؟ أنت عندما تجلس وتقرأ القرآن الحقيقة هذا عمل يرضي الأم ويفرحها، عندما تساعد إنسان مضطر. أيها الأحبة، الدعاء للأبوين وفعل الخير لهما لا يعني أن أقرأ القرآن أو أطعم فقير أو أتصدق بشيء، لا، هذا جزء من فعل الخير. أنا قد أكون في وظيفة أو في مكان أو في منصب، الناس بحاجة لي لخدماتي، عندما يأتيني شخص وأخدمه ابتغاء وجه الله، وأنا في نيتي أن أفرح هذه الأم وأقول عسى أن يكون ثواب هذا العمل لهذه الأم الكريمة رحمها الله، ثق تماما هذا الثواب سيصل وستفرح به، وكما قلت ستفرح بأنك من المتقين أكثر مما تفرح بالدعاء، لأنها هي يعني في الجنة، فدعاؤك لها يزيدها نعيما. ولكن عندما ترى، يعني سأعطيكم مثال أيها الأحبة، كلنا يعني لدينا إما أب أو أم أو أولاد أو أخ أو أخت أو صديق أو إنسان عزيز، كل واحد له علاقات سواء من داخل الأرحام أو من خارجها. عندما تكون في بستان في رحلة وأنت تستمتع بمناظر جميلة،
يخطر ببالك تشتهي، تقول والله أنا أشتهي أمي معي مثلا، أشتهي أبي معي، أشتهي ابني. الإنسان يشتهي صديقه أحيانا. هذه الأم التي رأت جنات النعيم، رأت مناظر جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الأشياء التي يراها الميت أو الأم في عالم البرزخ لا تخطر على قلب بشر، ولا تستطيع أن تتخيل حجم النعيم الذي تعيش فيه، فهي تشتهي هذا المصير لك. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ لدينا آية في سورة ياسين، تذكرون ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، ماذا قال؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. هنا لم يتحملوا سماع الحق، قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. عند كلمة فاسمعون قتلوه على الفور، لم تتحمل آذانهم سماع كلمة الحق، فعندما قتلوه مباشرة رأى النعيم ورأى الجنات ورأى ما أعده الله له من نعيم ومن يعني شيء عظيم جدا. أيها الأحبة، ماذا قال تعالى؟ يقول هذا الرجل الصالح الذي مات منذ ثانية وهو في دخل في عالم البرزخ مباشرة بعد الموت، قال يا ليت قومي، قيل ادخل الجنة، إذن إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة مباشرة، دخل في عالم البرزخ، قيل ادخل الجنة مباشرة يعني لا ينتظر إلى يوم القيامة، لا، مباشرة لحظة الموت، لأنه صالح وقتل في سبيل الله، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تصوروا، مع أنهم قتلوه يتمنى لهم الخير، يقول يا ليت قومي يعلمون بهذا النعيم، وما النعيم الذي أراه أمامي. فتخيل إذا كان المؤمن يتمنى لأعدائه الذين قتلوه هذا النعيم، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طيب كيف بحال الأم التي ترى هذا النعيم ألا تتمناه لأولادها، ولكن هذه الأم تعلم أن هذا النعيم لا يناله الإنسان إلا بالعمل الصالح وبتقديم المساعدة للآخرين. نحن الآن فقدنا الخير أيها الأحبة. هذه الأمة قال الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب ماذا يعني خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نفتقر الآن لتقديم النصيحة. ترى إنسان ضال أو لا أحد ينصحه، ترى إنسان بحاجة لمعلومة تحجبها عنه، لا خير. الأمة أصبح فيها الخير للأسف قليل في هذه الأيام يعني. فكن أنت من الذين طبقوا هذه الآية، خير أمة أخرجت للناس. مجرد أن تأمر إنسان بالمعروف، رأيت إنسان يستمع الموسيقى والأغاني وكذا، قل له يا أخي أنت في أي لحظة يمكن أن تموت، هل تحب أن تكون آخر لحظة في حياتك والملائكة تأتي لتأخذ نفسك أو تتوفى النفس وتقبض هذه الروح؟ هل تتمنى أن تكون وأنت تستمع للأغاني يأتيك ملك الموت؟ تتمنى أن يكون آخر شيء في حياتك هو السماع إلى الأغاني؟ تنصحه، قل له استبدل هذا بالقرآن بكلام الله، تقول يا رب أنا آخر ما سمعته من هذه الدنيا هو كلامك يا رب العالمين. انظر كم هذا الأمر مريح بالنسبة للمؤمن. طبعا الملحد ليس لنا علاقة به الآن هنا يعني، مسكين يعني لا يقتنع بكل هذا الكلام. فأنا أريد أن أفرح هذه الأم، لا يكفي الدعاء لها ولا يكفي قراءة القرآن ولا يكفي أن أحج عنها أو كذا أو أدفع لها يعني بعض الصدقات، لا، يجب أن أقوم سلوكي، أن أقوم بأعمال لمساعدة الآخرين. خير الناس من أنفعهم للناس، ليس أنفعهم لنفسه، ليس خير الناس أنفعهم لنفسه أو لأولاده. الملحد يعمل ربما أكثر منك ومني وينفق على أولاده، هذه ليس فيها. خير الناس أنفعهم للناس، يجب أن تعمل من أجل الله وتطعم من أجل الله وتنفق على أولادك من أجل الله، وتكون كل حياتك هدفها هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الأحبة، هذه الأم التي ماتت وغادرت الدنيا، دعاؤك هذا له نتيجتين. إذا كانت تعذب لا سمح الله سيخفف عنها كثيرا كثيرا، سيخفف عنها وستفرح. تخيل إنسان أمه بحاجة له وهو غير ملتفت لها،
أمك بعد الموت بحاجة لك أكثر مما قبل الموت، هل تعلم هذا الشيء؟ لأنها قبل الموت تستطيع أن تقوم بعمل صالح تنقذ نفسها من النار، لو كانت أصحاب النار طبعا، ولكن بعد أن ماتت توقف عملها، إلا باب واحد مفتوح هو الولد. لاحظت أخي الحبيب، النبي أعطانا أمل، لذلك أنا لماذا أقول الملحد مسكين؟ لأن ليس لديه أمل، يعتبر أمه تحولت إلى تراب بعد موتها وليس لها أي قيمة، فيجلس ويحزن وليس حياته ليس لها معنى أصلا. الإسلام كرم الإنسان، فهذه الأم بحاجة لدعائك، يجب أن تضع هذا في رأسك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جعلك مثل طائر تخفض جناحك ذليلا أمام هذين الأبوين، مثل الطائر الذي يرفع ابنه أو وليده أو هذا ابنه الصغير يرفعه برفق، يخفض له جناحه ليرفعه ويطعمه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تعبير عن أنه ينبغي أن تكون متواضعا أمام هذين الأبوين، لا ترد لهما أمرا ولا تزعجهما بكلمة، هذا في الدنيا. بعد الموت قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تدعو لهما بالرحمة كل يوم، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة ماذا فيها؟ معظم الناس يقولونها. هذه أحد العلماء عدها من الكبائر، من عقوق الوالدين عفوا، عدها من عقوق الوالدين. حتى كلمة أف حرام، محرمة، ليست مكروهة أو يعني، لا، محرمة. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. اختر الكلمة الطيبة لأبويك، لأنك في النتيجة ستفقدهما وستفقد هذه الأم، فاكسب الآن من لديه أم على قيد الحياة فليكسب، الوقت قليل صدقوني، فليكسب هذه الأم ويكرمها، لأنها قد تشفع له يوم القيامة. بر الوالدين يشفع للولد يوم القيامة أيها الأحبة. لماذا؟ لأن الله جعل الأبوين، بر الأبوين بعد عبادة الله. اقرأوا القرآن كاملا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما هذه المنزلة العالية أيها الأحبة؟ لم يقل لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالأنبياء أو بتعاليم الدين أو بالصلاة أو الزكاة أو الحج أو لا، وبالوالدين إحسانا. كأنه يريد أن يقول لك: يجب أن تحسن إلى هذين الوالدين، لأن رضا هذين الوالدين من رضا الله. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنت إذا لم تعبد الله، إبليس رفض أمر الله، استكبر، فكان مصيره جهنم. فأنت إذا رفضت عبادة الله فإن هذا سيقودك إلى معصية الوالدين. لاحظوا أيها الأحبة، معظم الذين يعقوا أمهم أو أباهم، النسبة العظمى إن لم نقل الكل، لا نريد أن نقول لم يقرأ القرآن، ولكن هو قرأ ولم يفهم ولم يطبق، وهو يعصي الله وينكر القرآن. إذا كان الله يقول لك وبالوالدين إحسانا، تذهب وتشتم هذا الأب أو تؤذيه أو تؤذي هذه الأم، معنى ذلك أنك أنت استكبرت عن أمر الله، كما استكبر إبليس عن السجود. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإذا الدعاء للأم للأبوين فرض ليس سنة بنص القرآن، وقل دائما الأوامر القرآنية فرض، يعني مفروضة عليك، إذا خالفتها تعصي الله، فيها معصية. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تدعو لهما تقوم سلوكك. يا أخي، ليكن لدينا إنسان يدخن الآن، مل من التدخين، مشاكل في الصدر، مشاكل في الرئتين، مشاكل في التنفس، رائحة الفم، حتى يؤثر على الجهاز الهضمي وإلى آخره، طيب، وحتى على الجلد يؤثر، وعلى اللسان، وسرطانات ومشاكل كثيرة. طيب، اترك التدخين إرضاء لله، على أمل أن تفرح أمك بك. ترى الإنسان عندما يترك المعصية أبويه يفرحان به وهما في عالم البرزخ، كما أنهم يفرحان به في الدنيا. يعني أنت تخيل أنك دخلت على أمك وهي على قيد الحياة، تبشرها: والله يا أمي أنا أصبحت ملتزما بالصلاة والحمد لله. كم ستفرح؟ ثق تماما، إذا كنت لا تصلي وأمك ميتة والتزمت بالصلاة ستفرح بك أكثر بمليار مرة من فرحها بك وهي على قيد الحياة. لماذا؟ لأنها رأت
يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذا كان المؤمن الذي يتمنى لأعدائه هذا الخير، كيف بالأم؟ والأم معروف عنها أنها إذا أكلت، إذا أرادت أن تضع لقمة في فمها تبحث عن ابنها لتضع هذه اللقمة في فمه من رحمتها به. فكيف بعدما رأت هذا النعيم وابنها لا يزال في الدنيا؟ والأخبار تصل أيها الأحبة، طبعا كل هذا أمر معقد وأمر في عالم الغيب، وهي اعتقادات شخصية. يعني أنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرضي الإنسان الصالح المؤمن، يعطيه ما تشتهي نفسه، يمكن أن يجعله يعلم أخبار الأحياء، وهذا ليس بأمر عزيز على الله سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. فهذه الأم التي ماتت أخي الحبيب يجب أن تفرحها كل يوم. سأقول لك بسرعة ملخص للأعمال التي يمكن أن تقوم بها، وهي كثيرة كثيرة جدا. على رأسها أن تقوم سلوكك. إنسان لا يصلي، ابدأ منذ هذه اللحظة بالصلاة، لأنك ستنقذ نفسك من النار، وفي الدنيا ستقوم سلوكك، ستنظم وقتك. الصلاة تنظم الوقت، الصلاة طهارة للإنسان، طهارة للجسم، وقاية من الأمراض والأوبئة. الآن في عصر الأوبئة نحن، فالوضوء 5 مرات كل يوم مفيد جدا في الوقاية من كورونا وغير ذلك. هناك نشاط للجسم، يعني هناك فوائد كثيرة. إذن أنت أولا قدمت فوائد لنفسك وأرضيت الله عنك، لأن الله يفرح بتوبة العبد. هل تعلمون؟ عندما تتوب إلى الله وتبدأ بالصلاة، تترك الدخان، تترك النظر إلى النساء، تترك الأفلام الإباحية، تترك هذه العادات السيئة للأسف والمحرمة التي يعني كثرت اليوم. عندما تترك هذا الأمر ابتغاء وجه الله، ثق تماما أن الله سيفرح بتوبتك كثيرا، وستبدأ ملائكة العرش بالدعاء لك. هل تعلم هذا؟ وستفرح أمك في قبرها، ستفرحها، ستفرح ربما أكثر من رؤية النعيم، ستفرح بك، لأنها ستوقن أنك ستكون معها في هذا النعيم. أما سلوكك المنحرف هذا سيقودك إلى نار جهنم، وتكون بعيدا عنها ولن تكون راضية. فأعمال الخير أيها الأحبة والتوبة إلى الله تجعل الملائكة تستغفر لك. الذين يحملون العرش، هذا الصنف من الملائكة عالي جدا، لأن الملائكة درجات، يزيد في الخلق ما يشاء، ليسوا سواء، يعني هناك درجات للملائكة. من 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 الملائكة المقربين إلى الله سبحانه وتعالى حملة العرش، قال الله فيهم في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا قد وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فاغفر للذين تابوا، أنت الآن بمجرد أن تتوب تبدأ ملائكة العرش، حملة العرش، بالاستغفار لك. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مباشرة تبدأ الملائكة تدعو لك، تفرح بك. الملائكة تفرح بتوبتك. لاحظتم أيها الأحبة، لذلك التوبة شيء يعني يغير حياتك وآخرتك بالكامل. فإذا التوبة إلى الله أحد أهم الأعمال التي تفرح أبويك في قبرهما. الدعاء لهما، العمل الصالح، كل الأعمال الصالحة، تلاوة القرآن وحتى الاستماع للقرآن، الدعاء لهما. الأدعية موجودة، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية القرآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أن تقدم مساعدة للآخرين هذا عمل عظيم جدا. أن تقل خيرا أو تصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حاول أن تضبط لسانك، لأن هذا أيضا يفرح أبويك. حاول أن تدعو الله باستمرار أن يرزقك الجنة وأن تكون بصحبة هذه الأم يوم القيامة. والأرواح تتلاقى أيها الأحبة، ليست الأرواح بل الأنفس، لأن النفس الطاهرة، نفس هذه الأم إذا كانت صالحة، ترتقي وتصعد إلى خالقها وتفتح لها أبواب السماء. النفس الخبيثة تحبس وتغلق أمامها أبواب السماء. ما هو الدليل على ذلك؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن أبواب السماء تفتح أمام النفس لتدخل إلى الجنة. بينما الكافر، إن الذين كفروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء. قبل الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء،
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. فإذا كل أعمال البر التي تفرح أبويك في الدنيا هي ذاتها تفرحه في عالم البرزخ. كل عمل يقربك إلى الله يفرح أبويك، كل سلوك أو توبة تقوم بها صدقني ستفرح أمك، يعني أحدهما أو كلاهما، تماما كما يفرح في الدنيا ستكون فرحته أكبر بكثير لأنه رأى النعيم. وثق تماما أن هذه الأم تدعو لك وهي في عالم البرزخ، لأن الأم لها قيمة كبرى عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت من الصالحات. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرحم أمهاتنا ووالدينا ووالدكم، وأن يعيننا أن نتذكرهم فقط، لأن مشاغل العصر أيها الأحبة شغلتنا حتى عن التذكر. يعني تذكر كل يوم أبويك بدعاء في الصلاة، وبخاصة في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تذكرهما بقراءة ولو صفحة من القرآن، تذكرهما عندما تكون تقلب على يعني استمع إلى مقطع من آيات الله، يا أخي استمع إلى معجزة من معجزات الله، الإعجاز العلمي مثلا، تدبر آية. كل هذا أعمال بر تصل لهم أيها الأحبة. يعني نحن لا نفهم أعمال البر هي فقط قراءة قرآن، لا، كل شيء يرضي الله يرضي أبويك، لأن الله قرن عبادته بـ 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 بالإحسان للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكل ما يرضي الله ثق تماما أنه يرضي أبويك ويفرحهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا بلقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.